صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم جاء فيه أنه بمناسبة الأعياد الوطنية تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الجمعة والسبت الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر، حيث أن هذه العطلة تصادف يومي عطلة أسبوعية يعوض عنها بيومي الأحد والاثنين الموافقين للثامن عشر والتاسع عشر من شهر ديسمبر.